ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل مع طالبات الصف السادس باء في مادة الحاسوب، طالبات أكاديمية الميقات الإسلامية. وصلنا عند النطاق، وصلنا عند النطاق. أول شيء بدي أسأل سؤال، إحنا شغالين على أي برنامج يا بنات؟ شو اسم البرنامج؟ تفضل يا رجين. مايكروسوفت اوفيس اكسل. مايكروسوفت أوفيس إكسل، تمام، أو برنامج جداول إلكتروني. طب أوكي، ما هي خطوات تشغيل البرنامج؟ نتاج Start all program Microsoft Excel. Good. Start all program Microsoft Office. Microsoft Office Excel. طيب خلينا نشغل برنامج الإكسل. خلينا نشغل برنامج الإكسل. هاي الشاشة. Start all program Microsoft Office. Microsoft Office. أيها Microsoft Office Excel. Excel. Good. تمام. هسه بدنا نحكي عن النطاق. النطاق وهو عبارة عن مجموعة من الخلايا المتتالية. النطاق هو عبارة عن مجموعة من الخلايا المتتالية. النطاق هو عبارة عن مجموعة من الخلايا المتتالية، سواء كان متتالية عموديا، يعني بهذا الشكل عموديا، أو أفقيا. إذا النطاق له نوعان، إما نطاق عمودي. النطاق العمودي هو عبارة عن مجموعة من الخلايا المتتالية بشكل عمودي، أو أفقي. أو مجموعة من الخلايا المتتالية بشكل أفقي. تمام، هذا هو النطاق، هو عبارة عن مجموعة من متتالية من الخلايا. ويوجد نوعين من النطاق. النطاق إيش يا بنات؟ عمودي وأفقي. ممتازين، نطاق عمودي ونطاق افقي. مين بيقدر يحكي لي ما هو تعريف النطاق العمودي زي ما حكيته انا هسه؟ هو مجموعة من الخلايا المتتالية بشكل ايش؟ بشكل عمودي. تمام؟ هو مجموعة من الخلايا المتتالية بشكل العمودي. عمودي، هذا هو النطاق العمودي، شايفينه؟ وهذا هو النطاق الافقي، شايفينه يا سادس؟ هذا هو يدعى نطاق افقي. تمام؟ إذا عرفنا الفرق بين النطاق العمودي والنطاق الأفقي؟ عرفت شو الفرق؟ ممتازين، ممتازين. إذا لاحظنا أو عرفنا شو الفرق بين النطاق العمودي والنطاق الأفقي. ملاحظة، يمكن أن يكون النطاق أكثر من عمود أو أكثر من صف. يعني مثلاً هاي هذا عمود، صح؟ هذا صف، عفواً. صف. طيب ممكن يكون أكثر من صف، بنضغط على كنترول مع الاستمرار بالنقر، وبنضغط على مثلا العمود الثالث، الصف الثالث عفوا، أو الصف الخامس كمان، الصف السابع، الصف التاسع، الصف الـ11. تمام؟ شايفين المظللات يا بنات؟ اللي هي النطاق العمودي، هاي نطاق وهي نطاق، يعني يمكن أن يكون أكثر من نطاق عمودي في نفس اللحظة، ويمكن أن يكون أكثر من نطاق أفقي. مثلا حرف الـ A هنا نطاق عمودي، بنضغط على كنترول، بعدين بنروح مثلا على السي، هاي الاي، هاي جي، اي. تمام، اذا هذول اكثر من نطاق عمودي، صح؟ نفس اللحظه، اكثر من نطاق عمودي في نفس اللحظه. لا، احنا بندخل هي واحده نشطه، هي راحت التفضيل. في سؤال لحد هون يا سادس؟ لا لا لا. ممتازين. طيب عندكم واجب صفحه 30 انه تتدربوا على النطاق العمودي والنطاق الأفقي. تدربوا على النطاق العمودي والنطاق إيش؟ الأفقي. الأفقي. تمام. صفحة 31 بنات. صفحة 31. تحديد الخلايا. تحديد الخلايا. تحديد شو يعني تحديد؟ مين بيقدر يجاوبني؟ يلا سادس. ما معنى تحديد؟ يعني تظليل. تظليل. تحديد يعني تظليل، يعني مثلا بحكي لك ظللي لي مجموعة خلايا متتالية أو مجموعة خلايا مختلفة. راح نتعرف على كيفية تحديد الخلايا أو تظليل الخلايا لتحديد خلايا متجاورة أو تحديد خلايا غير متجاورة، في لها عدة طرق. طب خلينا نشوف لتحديد أو لتظليل خلايا متجاورة. واحد، اتفضل يا رتاج. ضع المؤشر مؤشر الفأرة في الخلية الأولى. هاي حاطين مؤشر الفأرة في الخلية الأولى، كان المؤشر هنا
حطينا مؤشر في الخلية الأولى. تمام، النقطة الثانية اتفضل يا استاذ. آية. اضغط على زر الفأرة الأيسر واستمر بالضغط. اضغطي على زر الفأرة الأيسر واستمر بالضغط. بعدين هنا ضغطين. النقطة الثالثة اتفضل يا ميرال. ميرال، معنا ميرال. ألو، ميرال هيك صوت واضح؟ واضح. نعم تفضلي. بس أنا قبل شوي دخلت، بس مش عارفة بأي صفحة أنتو. صفحة 31. اسحب فوق الخلايا المراد تحديدها ثم حرر زر الفأرة. ممتازة. يعني أول شيء حط المؤشر، ضع المؤشر في مربع الخلية الأولى واضغط بزر الفأرة الأيسر وانقر على زر الفأرة الأيسر واسحب مع الاستمرار بالسحب. ها شايفين؟ مع الاستمرار بالسحب ومن ثم عند الوصول إلى المكان المراد تظليله الإفلات، يتم تظليل مجموعة خلايا متجاورة بجانب بعض البعض سواء كانت عمودية أو أفقية. صح يا رابع؟ يا سادس عفوا. طيب، طب ممكن طالب هسه بتسألني لجين، يا أستاذ طب أنا بدي أحدد خلايا متجاورة، بدي أحدد أكثر من خلية بس الخلايا متباعدة عن بعض البعض. يعني مثلا يا أستاذ إبراهيم بدي أحدد الخلية هاي وهاي وهاي وتقريبا هيك، يعني بدي أحدد عدة خلايا غير متجاورة. كيف؟ أنا بدي أحكي لكم. أول شيء بحط مؤشر الفأرة على الخلية المراد تحديدها، الخلية الأولى، ومن ثم النقر على زر كنترول، بتضغط على مفتاح كنترول مع الاستمرار بالنقر، بعدين بتروح على الخلية الثانية المراد تظليلها، هاي الخلية كمان، بعدين على الخلية الثالثة، الخلية الرابعة مع الاستمرار بالنقر على زر كنترول، هاي الخلية الخامسة، هاي السادسة، هاي السابعة، تمام؟ وعند الانتهاء نقوم بإزالة بترك زر الكنترول. تفرجوا على الخلايا اللي أنا ظللتها، شايفينها؟ شايفينها يا سادس؟ هاي خلايا متجاورة ولا غير متجاورة؟ غير متجاورة. ممتازين، غير متفرقة. متجاورة، غير متجاورة. إذا يمكن تظليل خلايا أو تحديد خلايا متجاورة من خلال النقر على الخلية الأولى والسحب بزر والضغط على زر الفأرة الأيسر مع الاستمرار بالنقل والسحب، وعند عند الوصول إلى عدد الخلايا المراد تظليلها الإفلات. الإفلات، تمام؟ وأيضا يمكن تظليل عدة خلايا غير متجاورة، غير متجاورة. يمكن تظليل عدة خلايا غير متجاورة، تمام؟ من خلال استخدام زر إيش؟ زر كنترول. كنترول. من خلال زر كنترول. صح يا سادس؟ تمام. في سؤال لحد هون؟ لا. لا. ممتازين. ممتازين، ممتازين. من سادس. من سادس. خلينا نكمل لتحديد خلايا صف أو عدد من الصفوف المتجاورة. معلش لو سمحت، هذا الصف يعطيك العافية، الحصة لصف سادس؟ لصف سادس الحصة؟ سادس بقى. نعم تفضلي. بس عفوا لأن بعتت على جروب صف رابع، فبنتي بصف رابع فانضمت للحصة ومش عارفة إنها الحصة للسادس. لا خلاص مش مشكلة، أنا هسه بعمل لها ريموف. طيب شكرا لك، شكرا. احنا استغربنا لأنه دخلنا على الحصة بالغلط. لا أنا بعتذر ولا يهمك. لا هلا. خلينا نكمل يا سادس. سادس معي؟ أستاذ. طيب خلينا نكمل هسه لتحديد خلايا صف أو عدد من الصفوف المتجاورة. اتبع الخطوات الآتية. اتفضل يا ماريا. ماريا دحدوح. أستاذ. اتفضل اقرأي لي إياها صفحة 32. 32. نعم. اضغط بالزر الأيسر للفأرة على رقم الصف الذي ترغب تحديده، وإذا كنت ترغب بتحديد عدد من الصفوف فاستمر بالضغط على الزر الأيسر للفأرة مع تحريك المؤشر لأعلى أو لأسفل. ممتاز. هذا تحديد خلايا صف
او عدد من الصفوف. بحكي لك اضغط بزر الفار الايسر للفاره على رقم الصف. ها شايفه؟ على رقم الصف بتحدد الخلايا. اتفرج اتفرج، شايفين كيف الخلايا اللي انا ظللتها عاودت رجعت؟ ها نكبس على الرقم اللي حددناه. هي لا هي مثلا اضغط على رقم الصف، استنى شوي ركزي معي، اضغط على رقم الصف تمام، مع الاستمرار بالنقر والسحب، بالنقر بزر الفار الايسر والسحب. شايف كيف ظللت انا هيك؟ شايفين؟ هيك هيك انا بظلل عده صفوف وعد على بعض البعض. اعاود اعيد لكم اياها، مثلا انا بظلل الصف الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، بضغط بزر الفار الايسر عند رقم الصف والاستمرار بالنقر والسحب، وعند الوصول الى الرقم خمسة حكينا الافلات. هيك يتم تضليل الاول خمس صفوف تمام؟ تمام. في سؤال لحد هون؟ لا. سادس؟ لا لا ما في. ممتازين. ملاحظة لإلغاء التحديد. طب مثلا أنا حكيت لك حددت مثلا حددت هذول، بدي ألغي التحديد، كيف بدي ألغي التحديد؟ يلا مين بده يحكي لي؟ يلا بضغط على أي خلية. ممتازة، بضغط على أي خلية فارغة بروح التحديد، شايفين؟ الضغط على أي خلية فارغة، ويمكن أن يكون النطاق أكثر من صف أو أكثر من عمود. حكينا النطاق إما عمودي أو أفقي صح؟ يمكن أن يكون النطاق أكثر من عمود وصف، أكثر من عمود أو أكثر من صف. هاي هان إحنا أكثر من صف صح؟ هاي 15. طيب خلاص ها خلينا نشوف، ممكن يكون أكثر من عمود، هاي أكثر من عمود، شايفين؟ شايفين يا سادس؟ شايفينه. ويمكن تحديد الخلايا المتصلة بالضغط المستمر على مفتاح عالي شفت ومفتاح الأسهم، يعني مفتاح شفت والأسهم، شايفين؟ بضغط أنا على شفت والأسهم، شايفين كيف بتحرك؟ هاي لتحديد عدة صفوف أو لتحديد عدة أعمدة، شايفين؟ شايفين يا سادس؟ من خلال زر شيفت، من خلال زر شيفت، ولتحديد ورقة لتظليل ورقة العمل بالكامل. طب بدي أظلل هاي الورقة كلها، كيف؟ من خلال الزر هذا الموجود هان، شايفينه هذا؟ اللي على الزاوية هاي بين الـ A والواحد، تضغط عليه بتظلل الصفحة كاملة، شايفينه سادس؟ بنضغط عليه بتظلل الصفحة كاملة، بنضغط عليه بتظلل الصفحة كاملة. هاي شوفوا كيف؟ هاي تظللت الصفحة كاملة تمام؟ أساس هاي ضغطنا عليه تظللت الصفحة كاملة. في سؤال لحد هون؟ لا نكمل؟ لا. نكمل ولا بكفي يا سادس؟ نكمل نكمل يلا ماشي. طيب احنا شغالين على برنامج الاكسل، حكينا احنا برنامج الاكسل هو برنامج محاسبي يتكون من مجموعه من الصفوف والاعمده تمام، او يتكون من مجموعه من الخلايا المتقاطعه مع بعض البعض المكون للصفوف والاعمده. طيب ماشي، كيف بدنا ندخل البيانات فيه؟ كيف بدنا ندخل البيانات فيه تمام؟ بدنا نتعرف كيفيه ادخال البيانات في داخل الخليه، كيفية إدخال البيانات في داخل إيش؟ داخل الخلية. افتح برنامج الزاوية الإلكترونية يا سادس مايكروسوفت أوفيس إكسل 2007، حيث يقوم البرنامج بفتح مصنف جديد تلقائيا ويسمى إيش؟ هيو شايفينه؟ بوك 1. جود، يسمى بوك 1، ويقوم بتنشيط الخلية الأولى. شايفين الخلية الأولى هيها نشطة، ها شايفها؟ وهي A1. جود، ونستطيع إدخال البيانات المكونة من الأرقام والمعادلات والنصوص والاقترانات داخل خلية نشطة وهي الـ A1، أو بتنشيط أي خلية ترغب فيها. ممكن بلاش A1، بدي أنا الخلية هاي اللي هي E8 تمام، ويتم إدخال البيانات بداخلها، ومن ثم النقل عليها بزر الفأرة الأيسر أو الانتقال إليها بمفاتيح الأسهم من لوحة المفاتيح، ثم إدخال البيانات فيها.
مباشرة، تمام؟ اللي بكون يعني حاطين عليها هي اللي نقدر نكتب عليها. آه طبعا، اللي بتكون محاطة بالمربع الأسود هي النشطة، هي النشطة هي اللي بقدر أكتب من خلال أكتب فيها، تمام؟ تمام. اسأل تفضلي. استاذ ما في كيف يعني؟ يعني الخلية اللي عليها خط، اللي حواليها خط أسود، أو المظلة اللي هي الخلية اللي احنا حاطين عليها خط أسود حواليها، هي الخلية اللي بقدر أكتب فيها، صح؟ طب بدي أروح على خلية ثانية، ها بروح على خلية ثانية بضغط عليها وبكتب فيها عادي، بروح على الخلية اللي بدي إياها أنا وبكتب فيها، بظللها وبكتب فيها، بحددها أو بنشطها، تمام يا سادس؟ تمام في سؤال لحد هون؟ تمام. لا مقبض الخلية، لا يوجد الخلية النشطة مقبض في الزاوية السفلى اليمين أو اليسار، نشوف، هي شايفين المربع الأسود هذا؟ هذا هو المقبض، شايفينه؟ هذا هو، شايفين على الشاشة عندكم؟ هذا المربع الأسود للزاوية، هذا هو المقبض، حيث يمكننا مسك هذا المقبض وسحبه بشكل عمودي أو أفقي، نمسكه، ها، لما تحول لشرط زائد بشكل عمودي أو بشكل أفقي، أو أفقي. شايفين؟ تمام؟ وعند سحب مقبض الخلية أفقيا أو عموديا يقوم البرنامج بتطبيق نفس الصيغة في الخلية المسحوبة على جميع الخلايا اللي ظللت جديد. يعني مثلا أنا كاتب إبراهيم هون، أوكي؟ في الخلية هاي إبراهيم، بدي أكتبها مثلا تحتها مثلا بخمس فقرات، في خمس خلايا كمان، بضغط على المقبض وبسحبها، هاي اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام؟ تمام. هيك سحبتها، لما أفلت إيد عن زر الفأر الأيسر بصير مكتوب فيه ست خلايا، إيش مكتوب فيه؟ إبراهيم، تمام يا سادس؟ تمام. طيب وهيك بدنا نوقف، والحصة القادمة إن شاء الله بنكمل. هي وصلنا لحد صفحة قديش؟ 34. أوكي يا سادس؟ تمام. في سؤال؟ لا يعطيكم العافية. لا لا أستاذ، يعطيك العافية أستاذ. تحديد مادة الامتحان رح تبعتها على الجروب، أحكي لكم إياها؟ آه طيب ماشي. تحديد مادة الامتحان، امتحان الشهر الأول كان من أي صفحة لأي صفحة؟ كان لصفحة 20 صح؟ آه طيب امتحان الشهر الثاني، امتحان الشهر الثاني راح يكون من صفحة 20 إلى صفحة 35. تمام. امتحان الشهر الثاني من صفحة 20 إلى خمسة صفحة وثلاثين 35، وإذا سمحتم احكوا للبنات المش موجودات، من صفحة 20 إلى 35 امتحان الشهر الثاني، من صفحة 20 إلى صفحة 35، ويعطيكم العافية يا سادس. الله يعافيك، يعطيك العافية أستاذ، الله يعافيكم جميعا.